بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن بصدد المصادقة على برنامج عمل سلا. هذا برنامج العمل اللي هو وثيقة مرجعية بالنسبة للولاية ديالنا، وهو في الحق أكثر من وثيقة مرجعية، حيث أنه لما انطلقنا في فبراير في هذه الوثيقة هذه، أول حاجة اللي كانت عليها النقاش هو من سيقوم بهذا العمل، ثم شنو هو الحدود ديالها. فيما يخص الحدود الوثيقة، احنا اخترنا باش ما نحبسوش فقط في المشاريع اللي يمكن نجزو في هذه الولاية هذه، بل اخترنا طريق اللي هو أصعب ولكن هو أحسن، بحيث أنه تم تجميع ديال واحد المعطيات كثيرة تقنية إدارية إلى غيرها، على أساس أنه نخرجوا واحد الزخمة ديال المعطيات وديال المشاريع، ومنها نخرجوا البرنامج ديالنا ديال هذه الولاية هذه. انطلاقا من إذن من هذا القرار ديال الاعتماد على الكفاءات الذاتية ديالنا، حنا تقنا في الأطر ديال الجماعة، تقنا في الكفاءات اللي كاينة في المدينة مدنية وسياسية في إطار تشاركي. شخصيا نصبت لمجموعة من الزملاء في إطار مناصفة عفوا بين الرجال والنساء، جوج ديال النواب ديال الرئيس وجوج النائبات هما اللي شكلوا لجنة القيادة، انطلقنا في العمل. وبعجالة يمكن لي نقول بأنه كانوا أربعة ديال المحاور وخمسة ديال الأولويات. هذه الأربعة ديال المحاور هي اللي أطرات طريقة العمل. إذن أول حاجة هي يعني المنهجية أو تحديد المنهجية والمسار ديال إعداد هذا البرنامج، واللي شملت أولا المراجع ديالنا باش نخدمو، الخطب الملكية السامية، دستور المملكة، ميثاق الجماعي 113-14، البرنامج الحكومي، الوثائق التعمير. هذه مجموعة ديال المراجع اللي زعما اللي نخدمو بها أو اللي قررنا نخدمو بها. كذلك كان لازم نحدو الآليات والمقاربات ديال العمل. قلت هذا الدرجة نتيجة ديال واحد التعميق، واحد التفكير عميق. هاد الآليات شنو هما؟ أولها هي الاستمرارية. نحن لم ننطلق من فراغ، نحن نؤمن بأنه العمل الجماعي هو عمل يعني تراكمي، وبالتالي أول حاجة درنا هي التقييم ديال البرنامج 2018-2023 اللي كان صوبوه المجلس السابق، باش طبعا نوقفوا على البرامج اللي ما دارتش الصعوبة التنفيذ ديالها إلى غدا، وهذا إذن في إطار الاستمرارية. كذلك اعتمدنا التشاور، هنا فتحنا الباب للجميع، جميع الفعاليات ديال المدينة باش تشارك في هذا العمل هذا في إطار تشاوري. عملنا في المجال الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، قضايا المرأة، الطفل، يعني بجميع المواضيع. كذلك مشينا وقفنا على المذكرات التوجيهية فيما يخص مثلا مقاربة النوع، المذكرات التوجيهية اللي كاينة في قطاع البيئة، المذكرات اللي كاينة في قطاع الإعاقة. منها انتقلنا مباشرة للمحور آخر اللي هو الاطلاع على شنو هما الحدود ديالنا ديال العمل، ونقولوا شنو بغينا، شنو الحدود باش نعملوا، ما هي نقاط القوة في المدينة، ما هي نقاط الضعف، شنو هو المخاطر اللي كاينة عندنا، وشنو يمكن نديروا، لأنه مزيان الإنسان يعرف القوة ديالو باش يعمل. ثم فتحنا النقاشات في المنتديات في إطار مقاربة النوع. نصبت الهيئة ديال المساواة وتكافؤ الفرص مقاربة النوع، هذه الهيئة هذه اللي هي طبعا قانونية واللي تتشمل جميع الممثلين ديال الجمعيات، المرأة، الطفل، المعاق إلى غير ذلك. بل أكثر من هذا، خدينا من هذيك من هذه الهيئة هذه مجموعة الإخوان الأخوات اللي تنشكر بالمناسبة، واللي ترأسوا واحد مجموعة المنتديات. هذه المنتديات ديال التشاور شاركوا فيها أكثر من 3000 شخص حسب الإحصائيات اللي عندنا، 25% تقريبا ديال النساء و 75% ديال الرجال. ثم كذلك لتوسيع هاد المشاورات، درنا منتديات ديال القرب في المقاطعات الخمس ديال مدينة سالا. في كل مقاطعة جوج المنتديات، المنتدى الأول تهم التنشيط المحلي، المنتدى الثاني تهم الاستثمار. هاد الشيء كله شنو عطانا في الأخير؟ عطانا واحد بنك ديال المعلومات والمعطيات. لما تيكون عندك معطيات كثيرة، كيفاش دير تخرج المخرجات ديالها باش تخرج واحد الوثيقة ديال العمل. هنا جينا ودرنا ما سميناه بالاجتماعات ديال البلورة. فقط الاختيار سهل،
قمنا يعني بتنصيب واحد المجموعات بؤرية، بمعنى شنو؟ خدينا بعض الفعاليات اللي برزات في الوقيته ديال العمل، مجموعه ديال الاساتذه الباحثين والاكاديميين، وخدينا داك المعطيات وخرجنا واحد المجموعه ديال المخرجات اللي خرجنا منها خمسه ديال الاولويات، وهذا هو بيت القصيد. هاد الاولويات شنو فيها؟ اولا الجانب الاقتصادي، بمعنى انه قلنا اليوم غنديروا مقاربه جديده استثماريه، واحد ديناميه اقتصاديه في المدينه عبر مشاريع كبرى. ثانيا تثمين ديال التراث ديالنا التاريخي والثقافي ديال المدينه العتيقه. ثالثا قلنا خصنا واحد الاداره منفتحه منصفه وخدمات متطوره. كيفاش غنطوروا هذه الخدمات؟ غنخلقوا ربما بعض الشركات ديال التنميه المحليه في بعض القطاعات، مثل الجانب الجبائي والى غير ذلك، الجانب الرياضي، تدبير ديال المدينه العتيقه الى غيرها. ثم قلنا ودي خصنا نخدموا كذلك على مقاربه النوع. دونك هاد المبادئ هادو او عود الاولويات هادو، شنو خرجنا منهم في الاخير؟ خرجنا منهم 758 اظن اللي ما خانتنيش الذاكره مشروع. بالمناسبه المشاريع كلها قمنا بالتوطين ديالها، بمعنى كل مشروع عندنا الا وكاين العقار الجداول اللي راه مكتوبه كاينين عندكم فيهم كاع الاحصائيات. طبعا عطينا الاولويه للعقار ديال الجامعه باش يمكننا ننجزوا هذه المشاريع. عطينا اولويات كل مشروع الا وتم التوطين ديالو، كل مشروع الا وخدمناه بتناغم مع الوثيقه ديال التعمير ديال تصميم التهيئه، باش ماشي نقولوا تنحلموا بل خدمنا بامور اللي هي معقوله. كذلك قلبنا على الحدود ديال التمويل ديالنا. طبعا علموا بانه حنا راه عندنا تقريبا 14 مليار ديال الدرهم في هذا برنامج العمل. كاين اللي يقول لك راه فلوس بزاف، ولكن راه عندنا فيها حوالي 5 ولا 6 مليار ديال الدرهم ديال العقار اللي الجامعه تمتلكو. لما سوق الجمله هذه رحل الرباط عندي فيه 5 هكتار، غندير فيها واحد المشروع استثماري كبير. حنا اكثر من هذا ربما غنمشيو غنديروا واحد الكونكور ديدي مسابقات المهندسين باش نخدموا يعني بدراسات قبليه باش نجعلوا هذه المشاريع الاستثماريه تكون مشاريع جذابه. بغينا نخدموا فيما يسمى بارتناريا بيبليك بريفي. علاش؟ هذه مقاربه جديده اللي ما بغينا، ماشي نجيو نبيعوا العقار، بل نخرجوا مشاريع تنفع المدينه وتخلق لنا مداخل، نكونوا شركاء فيها وتبقى لنا واحد المداخل مستمره في المشاريع الاخرى. طبعا هناك المشاريع ديال القرب، لان ما ننساوش كذلك بانه البنيه التحتيه كان لازم نعملوا في تقويه البنيه التحتيه، لان نسيتها في كانت هي النقطه الخامسه، البنيه التحتيه للتقليص من الفوارق المجاليه. عندنا بعض المقاطعات اللي عندهم تجهيزات كثيره، وعندنا بعض المقاطعات اللي ما عندهمش، لازم نوازنوا، لانه المواطن اخر المطاف المواطن ديال المدينه، كان ساكن في السلال الجديده او في العييده او في سيدي موسى، خصو يستافد من الخدمات ديال القرب. إذن على العموم هادو هما، هذه هي المقاربه اللي قمنا بها. بغيت بالمناسبه نشكر جميع السلاوين والسلاويات، جميع الجمعيات، جميع الاساتذه، ماشي فقط المنتخبين، كل من شارك من قريب او بعيد في هذه الوثيقه. هذه كذلك راه حنا درنا معها تقريبا 10 ديال المراجع، 9 الكتب اخرى زايده على 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 برنامج. إذن اردناها وثيقه اللي يمكن يحتذى بها. هذه الوثيقه اللي مكاتب الدراسات في بعض المدن تكلفت 3-4 مليون ديال الدرهم. هذه وثيقه درناها بالاعتماد على الكفاءات، وثيقه اللي في نفس الوقت الاخ نائب الرئيس عبد القادر الكيحل واحد المجموعه ديال الاساتذه كذلك جسدناها بطريقه اكاديميه، فهي وثيقه تقنيه في العمق ديالها، اكاديميه في المقاربه ديالها، يمكن كذلك يستوحوا منها تجمعات اخرى في هذه الطريقه العمل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمه الزعماء مستشاره بجماعه سلا وايضا نائبه رئيس مجلس عماله سلا، اليوم عندنا دوره استثنائيه للمصادقه وعرض برنامج عمل سلا خلال الفتره الممتده بين 2022 الى 2028. وهذا البرنامج العمل سلا برنامج كان فيه مهم، مجموعه من الاستثمارات، مجموعه من اللقاءات التواصلية، كانت أيضا إعداد مجموعة من مراحل، مرحلة التشخيص الداخلي، مرحلة التشخيص الاستثنائي والالتقائي،
مع الالتقاء مع مجموعة من القطاعات الوزارية، التعليم، الصحة، الرياضة، الفلاحة ومجموعة من الوزارات الأخرى، وأيضا كان منتديات اجتماعية واقتصادية وأيضا خدمات، وأيضا كانت منتديات القرب مع المقاطعات الخمسة، مقاطعة بطانة، مقاطعة العييدة، مقاطعة المريصة، مقاطعة تبريكت، مقاطعة حصين، وأيضا هذه المقاطعات تخلله جوج أنشطة، تنشيط المحلي وأيضا الاستثمار، ومع الساكنة ديال هذه المقاطعات ومع الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين، وأيضا كانت تصنيف وإعداد المشاريع مستقبلية في عمالة سلا، وأيضا في الأخير كانت صياغة محتوى برنامج اللي كان فيه مجموعة من الاقتراحات والآراء من ناحية من عند الساكنة ومن عند المجتمع المدني، اللي إن شاء الله مجلس جماعة سلا اللي إن شاء الله غادي يأخذ بعين الاعتبار ذوك التوصيات اللي تقريبا 1400 توصية وقيلة اللي جات من عند هاد جميع القطاعات، وأيضا القطاعات الوزارية ومجتمع المدني والمقاطعات ومستشارين والنواب إلى غير ذلك. وشكرا. إذن اليوم تتنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سلا في نقطة فريدة، وهي المصادقة على مشروع برنامج عمل جماعة سلا. معلوم على أن هذا المشروع خذا لنا أكثر من 10 أشهر من العمل والاشتغال، وبالتالي تجربة سلا في المدن الكبرى هي تجربة متفردة، حيث أنه اعتمدنا الخبرة الذاتية واعتمدنا على الأطر والكفاءات الجماعية من أجل إنجاز برنامج بمرجعيات محددة انطلاقا من الخطاب والتوجيهات الملكية والمادة الدستورية، وكذلك برنامج الحكومة إضافة إلى النموذج التنموي والمنظومة التشريعية، إضافة إلى المقاربات متمثلة في الاستمرارية من خلال تثمين وترصيد المشاريع التي اشتغلت عليها الجماعة والمجالس المتعاقبة، ثم التشاور كمنهجية وعقيدة في إعداد هذا البرنامج من خلال عقد لقاءات تشاورية لا على مستوى الأفقي ولا على مستوى القرب. بعجالة وفي خلاصة، برنامج عمل استطاع أنه يتواصل من خلال الحضور ومن خلال لقاءات تشاورية مع أزيد من 11,000 مشارك ومشاركة. إذن هذه تجربة تشاورية وتشاركية غير مسبوقة في العمل الجماعي، واليوم غتكون عندنا فرصة باش نقدموا أهم المحاور ديال برنامج العمل، سواء في المجال الاقتصادي ومجال الاستثمار، سواء في مجال البنيات التحتية، أو في مجال البيئة، أو في مجال جودة الحياة، أو الخدمات الجماعية. وبالتالي هو برنامج يعتمد على 5 أولويات استراتيجية أساسية و 52 برنامج و 765 مشروع، اللي إن شاء الله غنمكنوا منه الحاضرين اليوم، وبعد المصادقة غيتم التعميم دياله على كافة وسائل الإعلام وكذلك على كافة المتتبعين من خلال ندوة كبرى سننظمها لتقديم حصيلة هذا العمل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.